الطريق انا بيبرو وجبت ريبرو الوردي والعربيه لونها وردي والعجلات عليها نجمه وبتاع والدنيا جميله. يلا بينا. هوبا، عاملين ايه يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ طبعا دي سلسله كراش سيارات ناترو فيول، دي العاديه مش الاونلاين. تمام ولا ايه؟ استنى يا كويس. حلو جدا. يا سلام. حلو ولا دوك جلا؟ حلو قوي. يا سلام. تمام يلا بينا على اللي بعده. ليز فنانة البوب وهوبا. يلا جبت عربية ضخمة، وليز دي اصلا ما فيهاش اي حاجة خالص يعني، فهي مش باينة من العربية. طبعا انا بقى ايه، استهداف سهل. طب انا جبت العربية دي ليه؟ لان الطريق ده رخم، رخم في الزوايا بتاعته والحودانات بتاعته وكده يعني، فقلت اجيب عربية كبيرة ازود التحدي شوية. شوف هحافظ على التربو الازرق بالعربيه دي ولا لا. ولي يا سلام. ماشي نمسك بقى التربو الازرق ونشوف. اسرعوا. لا صعبة جدا المسألة دي يا جدعان. اوه لا صعبة، صعبة جدا الصراحة. ماشي ماشي هناخد التربو تاني ونجرب تاني عادي. ولي حلو، نمسك بقى التربو الأزرق تاني. هوبا اطلع فوق يلا. ايوه كده. اوه على العنكبوت الرخم ده. ولي شفتوا الازازه محطوطه فين؟ اللي حاططها ده فنان فنان فنان، ظابطها على العربيه بتاعتي. اسرعهم ايه بس. ولا حلو جدا. هي هي معلش دوختكم معايا. ندخل على الطريق اللي بعده يلا بينا. مهرجان كوالا وجبت سبايرو وهوبا. طبعا سبايرو بتاع اللهب ده، سبايرو ذات اللهب، قلت اجربه بقى، بقالي كتير ما بلعبش سبايرو. اوه يا جدعان. تنحوا جميعا، ها قد وصل سبايرو. يلا يا سبايرو بسرعة امسك تربو. ايوه هي خد يا واد. ايه الحلاوة دي يا سبايرو؟ حيل لسه اجيب لها تفاح وبتاع، هيجي لهم منبه تاني ولا كهربا تانية ولا بتاع. مجالهمش حاجة والحماية راحت. ماشي
بتاعت صندوق الشحن اللي هناك ده. وقف على تفاحية. طبين أيوة تفاحة. هي هي ها. خلو الصندوق ده هنا. يا سلام. حلو جدا. ماشي. هي هي. يمكنك هزيمتي في حال لم اكن تنينا بارعا. طيب جبت جيري. هوبا يلا في الجزيرة البركانية. بس عاد انت وهو يوك. ايه ده؟ هو مال تحس لهم زفلة ليه كده؟ أنا ركبت العربية الناترو جي تي بس تحس العجل بتاعها فيها حاجة بايظة. انا بحاول افهم كلامه. مستني يتكلم خايف هو يتكلم ما اعرفش اسمعه. قول حاجه يا اسطى. طب لما تنط من هنا اقول حاجه. حاول التاثر. مش فاهم له كلام. مش فاهم له كلام. هو كده بيضحك صح؟ مش عارف ايه تعزيزات ال مش عارف ايه كلمة تعزيزات بس. يا سلام ايه الحلاوة دي. اللي بعده. طيب انا جبت ملك تشيكن الشخصية اللي بيلعب بها ويليام، ولكن جبت ملك تشيكن الديك الرومي سكن غير اللي بيلعب بيه ويليام. وهوبا يلا بينا طريق برج الزمن. سيبوا صندوق. ايوه يا سلام صاروخ. اللي هيضربني هضرب. صاروخ خلفي ما جابش حد وعطلني على الفاضي. ماشي مش مشكله. ورينا يا عم الديك الرومي بقى انت هتبقى احسن ولا ويليام. ولي شايفين الرقبة اللي ورا ازاي مرمية بتاعتها؟ عمالة ترفرف كده في الهوا. عمالة طيرها. اوه. تعالى بقى نشوف التربو الأزرق. هيستمر معايا لغاية فين؟ طبعا أنا ناسي أصلا ألعب في الفريق ده ازاي. ولي بس يتهيألي يعني إن أنا ماشي كويس. حيل. راحت التربو الأزرق. غالبا لان انا ما كنتش بعمل التربو اداء مثالي كنت بعمله جيد. بس ماشي ما علينا هنجرب تاني. نجرب تاني. ولي هي ما وراناش حاجه. اوبا يلا بينا على التجربه. ولي عاوز اخلي الاداء مثالي كلهم يا ابن اللذينة. راح كده خلاص. ايه ده ما راحش. راح برضو. ما علينا. ماشي ماشي. لا 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 لا. يا جدعان اللي بيضرب الساعة ده مش طبيعي يا جدعان. ده بيبقى شايف انا فين وبيعرف يعطلني ازاي. وبص الصاروخ فين الازازه دي بقى؟ يعني انا مستاهل شويه موجوده ولا ده جليتش ولا ايه؟ ندخل على الطريق اللي بعده.
طيب انا جبت شخصيه ستو. هوبا طريق العواصف الرعديه. طبعا انا اكتشفت ان انا عمري ما لعبت بالشخصيه دي قبل كده، دي اول مره العب بالشخصيه دي، مش عارف ازاي. ما علينا، اجري يا اسطى، يضربونا بصاروخ معناش حاجه، نحمي بقى نفسنا. ايوه كويس، قنبله. ولا حلو جدا طبعا. ايه الطريق ده؟ لو مليته ازاز وصناديق هيجي على دماغنا. فالاحسن انا ما احطش في اي حته خالص. انا طبعا ما نطش عند الوش ده. ايوه ولا اوه جبت الاختصار، يا سلام. ايوه ايوه انا جامد. اوه انت شخصيه جميله، ده انا حبيتك. يا سلام يا عم، اعمل كويس. عايزين نجرب تاني، انت مش هتيجي تاني. اوه اتسرعت اتسرعت. لا بس اختصار جامد جدا. لا يا اسطى انا هلعب بيك بعد كده تاني يا اسطى. لا انا عايزك راجل كده شعرك ايه. ولا لا انا هقطع اللعبه في لفه في الهرم. اللعبه صعبه عليها لهم بلفه كالعاده، مش عارف اعمل ايه. لا بس جبت الاختصار، مبسوط جدا يا جدعان يا ابن الذين. هي هذا المنطار لا يقهر. بس وبكده اكون خلص فيديو النهارده، واستنوا في فيديو جديد، ويلا سلام.